قلت يا سيدي. قول يا شيخ. شيخ تقول اهلا اهلا يا عبد الله. سرحت في ايه؟ ما قلتيش يعني الرد؟ يبقى السكوت علامة الرضا. فرقان شربات على الحتة كناها. ده انا النازي والنازينا. فر شربات على اللي بيحبونا. اللي بيكرهونا لا. اللي بيعزونا. اللي بيصفروا لا. ايه الحكاية يا معلم؟ مش بقول لك جحش. الو. اهلا 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 يا امجد بيه. تحت النظر بس انت امر صحيح، ما تحرمش منك ابدا. حاضر، مع الف سلامه يا امجد بيه. مع السلامه. البضاعة اللي خدناها من مزاد أسيوط اتشحنت وهتوصل الليلة في القطر على محطة الجيزة. يعني فيها بيات هناك على بال ما نستلمها ونحملها في عربيات على هنا. اتصرف. ما تقلقيش، أنا هاخد طرزان معايا وكل حاجة هتبقى خلصت. لا بلاش عبد الله، أمال مين هيخلي باله من الوكالة لما تروحوا أنتوا الاتنين؟ خلاص روح عبد الله خلص الشغلانة وانا بقى هنا في الوكالة. وانا عبد الله. عبد الله ما يفهمش في الحاجات دي، يعني لازم انت اللي تروح. فاهم يا ابو مخ زنخ؟ فاهم يا ابو مخ زنخ؟ فاهم ارحمك.